ايش هالريحة هاي؟ في شي بالبيت؟ في شي بالبيت؟ أداة فحص الجريمة وينه؟ والله الريحة غريبة، عم بشم ريحة أنا. بتصدقي؟ بدون ما أحلف، طيب ما رح أحلف، بتصدقي أنت أحلى بنت أنا تعرفت عليها؟ ليكي روحي برجع 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 بحكي معي. سلام. الو أمورة، بتصدقي طلعي بدون مجاملة ما رح اكذب عليكي، انت احلى بنت تعرفت عليها. معقول اكذب عليكي انا؟ لقيته لقيته، والله انا بعرف مالبورو مستورد، يخرب بيتك من حالك. لك انا ما جبت منه. عبادة طالع من هون. روح روح بحكي معك، روح روح. سلام سلام. يلا 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 يلا. نعم بابا، ايش في؟ سلامة قلبك يا حبيبي انت، بس بدي اسألك سؤال. بالله هاد شو هاد؟ هاد باكيت سجاير. بالله باكيت سجاير، فرجيني اشوف. والله باكيت سجاير صح؟ ما انا ما اعرف باكيت سجاير، يخرب بيتك. شو جايبها هي على البيت لهون؟ لقيتها تحت البلازمة. تحت البلازمة؟ بتعرف شو بتعرف شو؟ هي شلون اجت لهون؟ شلون اجت شلون اجت؟ اجت 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 ايه ايه هاد هاد خالي 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 بيعها، مو جا عندنا بيعها عم زورنا، اكيد شرب باكيته وفضي ونسيه هون اكيد، هذا هو الكلام. بالله بالله شو؟ يا سيدي هلا انت قل لي، بدي اياك تقول لي ايش عرفك انه مبيعها خالك اجى لعنا لا ودخن ونسي باكيته هون، ما انت طول النهار برا مع رفقاتك الصيام. اي والله سؤال حلو، سؤال حلو وخطير. ايش عرفني؟ ايش امي امي يا الله امي امي اكيد هي مبيعها، قالت لي انه اجى خالي اكيد صدقني له والله له عم متاكد له شربه وخلص ونسيه وقت اللي راح. ولك انا ليش عم بوجع راسي؟ انا ليش عم بوجع راسي؟ شغلتها بسيطه. سمعت مكانك هون انا هون هون، خذ راحتك خذ راحتك هون انا ما عم بدي اروح. الو ايه عبد الرحمن شلونك؟ خلاص بدي اسالك، انت امبارح لما جيت عندي على البيت خلص باكيتك وتركته فاضي عندي هون بالبيت؟ يعني شلون ما عم تتذكر؟ تذكر ضروري، موضوع كثير مهم لانه يا رب يا رب يا رب يا رب والله راسي اصلي والله راسي اصلي يا رب والله راسي اصلي يا رب يا رب. ماشي ماشي خلص روح، انت اصلا واحد ما خرجت تجيب منك لا انت ولا اختك، مرقت هالمره مرقت. بس اقسم بالله العظيم راح اتم ورا الموضوع، ما راح مرقه مالي مرقه، راح اكتشف. روح انت هلا. الحمد لله الحمد لله. الله الله عليك يا ام عبادة، وراك كل مين صف سويني قال انا حلويني. والله ناقصين لك ايه ناقصين، والله ناقصين صار كم مرة عديته. لا اله الا الله لك والله ناقصين، ايه ما خرفت انا ناقصين. ام عبادة يا ام عبادة تعالي لعندي لهون، يلا يلا ام عبادة جيتك يلا. الشبك ايش في؟ قولي لي لشوف انتي اخذي شي مصاري من جيبتي؟ اما نو واي لا مستحيل ما والله. لا شهد شهد خلاص انا صدقتك. لا تجنني يا معبانة. تذكرت؟ والله اتذكر، والله خطر على بالي. هي انا كنت بدي اشتري بندورة فاخذت من جزر 20 ليرة 20 ليرة بس اخذتها ونزلت على السوق. 20 ليرة؟ بس 20 ليرة. ماشي
ماشي. لو اجى سهل لو اكتب حالي مش بباخ علي حالي ممكن يخرب بيتكم. نص دمي بسحب المصاري، نص دمي بسحب المصاري. مالي مرقكم ياها؟ لا والله مالي مرقه. وراكم وراكم مالي مرقه. بينشفوا الدم يا زلمه. رح وين انت حليب؟ رح بيجي تلك تمام انت حليب ام عبادة ولا لا؟ والله العظيم ما بعرف عنها شو النوبة. ما في غير هالحقيقة اللي عطول معصبتني ومنفرزتني. اكيد هي، اكيد هي. خدوج تعي لعندي لهون. يلا انا بستأذن معناها. روحي منجي، روحي منجي، ها روحي منجي. طلع طبقة. يلا يلا. طيب ايش في؟ الصاير قطعي شوكك بايدك. قولي انا ما دخلني. قولك يا بطيخة ويني. امرني امرني يا ضوع عيوني انت امرني. شوفي ولك هاي ماسكة انا تبعيدك بلاها. انا لما بكون معصب ورايح اجن ايش بعمل؟ بتعيط وبتلم الحارة علي. قولك انا شي هول اذا طحها علي بكون بسببك. هول بسببك بسببك. انا لما بوطخ بعصب بروح بشرب قنية حليب بارد يا اخي. هيك انا قنية الحليب رح يطلع براد. وينها؟ ما بعرف. ترجع بدها تلف وتدور تلف. شو ها؟ شو ها؟ هلا اذا قلنا لا انا ولا اخوكي ولا اخوك الثاني ولا امك بنحط حمراء، معناها مين فاتحها وشربان وحياه حمراء؟ صدقني ما بعرف. روح عند قنية الحليب. روحي من خلطي، روحي من خلطي. ولين اخيكم شكل يومي ما راح يمروا على خير. راح لاقي حدا هالقصة، رح لاقي حل هالقصة ورح اخشفكم كلياتكم. بسيط انا بفرجيكم، رح لاقي حل. وبعدين مع هالقصة لا الفيسبوك صار عم نزل اعلانات كمان. شو ها؟ جهاز كشف الكذب، عارف اذا اصحابك عم يكذبوا عليك. لا وسعره رخيص كمان حيطير الرقم. خليني اتواصل معهم مباشرة. الو جهاز كشف الكذب؟ شلون بدنا نستخدمه هاد احنا؟ لحظة لا تكمل، جاي لعندك، أنا جاي لعندك فورا، يلا. إذا كنت سكان هذا البيت، الاجتماع عندي بالصالون فورا. إيش في أبو عبدة؟ إيش سر هالاجتماع الخطير هاد كله؟ بدي الكل يفتح مخه ويصحصح معي، لأنه أنا هلا راح أعرف كل شيء. جهاز كشف الكذب صار عندي. هذا الجهاز مربوط مع اللابتوب قدامكم هون. راح تمركوا على كرسي الاعتراف وراح اسالكم كل واحد سؤال. اذا كذبتوا راح يخبرنا، واذا حكيتوا صح كمان راح يخبرنا. ولا تقولوا لي ما هو نظامي، لانه بيحسب دقات القلب لما بتتبكوا وبتبلشوا بتكذبوا. راح نبلش مع اول واحد. عبادة قوم اقعد على الكرسي. ليش البداية معي يعني؟ الله يستر بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا انا رايح اسالك سؤال، انت عليك تجاوب عليه بس وتترك الباقي للجهاز وهو راح يخبرنا كنت كذاب ولا صادق. خلاص حاضر بلش بقى. راح نبلش بالسؤال الاول وخليه يكون سؤال بسيط. اخر مرة رحت على المدرسة وما هربت إيمات؟ امبارحة امبارحة كنت بدوامي وصفي ولو. هذا الشخص يكذب. شكل السهرة رح تكون طويلة. شوفوا لك يا مجاوب مثل العالم الخلق يا بنزل عليك بالعصايها. اخر مرة رحت على المدرسة وما هربت إيمات. خلاص خلاص حاضر حاضر حاضر، من شهر ما دخلت على المدرسة. هذا الشخص يقول الحقيقة. شهر شهر يخرب بيتك من حالك. شهر ما دخلت على مدرسة وعم تدفع لي مصاريف. يخرب بيته وكل يوم ياخذ مني مصروفه كمان. خلاص خلاص هي جاوبتها. انا بفرجيك هي لحالها ومع جرب. خدوج تعال بركي محله على الكرسي. شكلي اليوم راح اطلع من البيت. الله يستر. زبطي لي قعدتك وبركي بتعال خل اشوف. يلا خلاص جاهزه بلش. جاوبيني لاشوف. المصاري اللي اخذتيهم مني امبارح على اساس تروحي تجيبي كتب ودفاتر ونواقصك للمدرسه، جبتي فيهم نواقص ولا ايش عملتي فيهم؟ جبت طلبات المدرسه ونواقصي للدراسه. هذا الشخص يكذب. يخرب بيتك من حوالك عم تكذبي
راح يخرب بيتكم انتوا يهود انتوا. بصراحة وبدون لف ودوران رحت على المول عملت شوبينج انا ولولو وسوسو وجبنا شوية مكياج. شوبينج شوبينج ستفهمي بالشوبينج. هلا انا بفرجيكي بسيطة. عم بتروحي على المولات يا بنت الصراوي؟ انا بفرجيكي يا حيف على التربية بس يا خسارة عم بتكذبي على ابوكي. بالله شو دوم تفضلي اقعدي محل بنتك على الكرسي. صار دورك. شو محل ما محل ايش دوري انا ابو بدر وراح قومي خلصينا بقى. خلاص خلاص قايمة قايمة على طول معصب انت على طول. جاهز انا ابو بدر يلا اسأل. قولي لي لشوف انت شو قاعد ياخذي مني مصاري من اول شهر الماضي لهلا؟ 20 ليرة على الصوت. هذا الشخص يكذب. 200 ليرة على الصوت. هذا الشخص يكذب. اوك قصدي 400 ليرة كنت نسياني 400. هذا الشخص يكذب. اوك ايش صاير لي عم بنسى 1000 ليرة على الضغط من الاخير. هذا الشخص يكذب. خلص راح احكي الحياة 4500 ليرة. هذا الشخص يقول الحقيقة. اليوم رح تطلق بس هذا المصاري اللي اخذته لوازم البيت يعني مو مرقعة وقل الطعمة مثل غيري. افضل يخرب بيتكم من حالكم ولك ولا واحد فيكم منيح كله كذاب. اي حاجتك بقى حاجتك طور توصل علينا. تعال اشوف تعال اقعد محلي خلينا نجرب الجهاز عليك يلا. شو؟ لا حاج بعدين احنا استعملنا الجهاز كتير مشان ما يخرب. قومي يلا قومي خلاص خلصنا اليوم. ابو بلا تعال محلي ولا تخلي خميس يقطع عليك. خلاص قومي يخرب بيتك قومي. الله يستر. من شو بدي اخاف عادي انا؟ اسألي انا ما بكذب مش منو. جاوبني لشوف انت بتحب امي؟ اكيد بحبها ما هي بسعر امي. هذا الشخص يكذب. الله انا بحبها يعني بس مو كتير بتعرفي انت يعني حماي والصور ما بحبوا بعض. هذا الشخص يكذب. قولك خلاص لا بطيئة ولا بطيئة ذكرى. يلا هي حسابها لحاله انا بفرجيك. السؤال اللي بعده قولي انا خايفة منه كتير. هذا السؤال ابو عبادة انت بتحبني؟ الله يسامحي والله هذا سؤال بيصير بعد العمر كلياته. اكيد بحبك. هذا الشخص يكذب. شو أي لا ابو هذا جهازك وكذابه فيه شيء اكيد. لا شكله في غلط صدقيني. طيب السؤال الاخير جاوب عليه ابو عبادة انت متجوز على شيء؟ لا ابو هذا السؤال فيه خربان بيت علي وعلى اعدائي. اسعوني هيك ابو بدر على دمي ما خليك تروح تعال هون.